صباح الخير رشا. يسعد صباحك نرمين. كيف؟ تمام، انا منيحه كثير. احنا منيحه كثير. بدي اتمنى لك هيك بدايه صباح حلو لك رشا ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب يكون معه حامل كل الخير وراحه البال والرزق لكل الناس. يعني مع هالايام الفضيله دائما بتكون دعوينا رشا انه يعني راحه البال بحبوحه لكل الناس. البحبوحة. اكيد صحيح، اهم شيء اكيد البحبوحه اليوم. مثل ما قلتي نرمين، نحن دائما ما عندنا غير دعواتنا وامنياتنا الانفراجات، وتكون الايام الجايه هي افضل علينا. يعني مرقنا بظروف كثير كانت صعبه. صحيح. علينا يعني مراحل من الصعوبات، واليوم ابدا ما في اي شخص مستثنى من هي المراحل. فيا رب يكون هذا الشهر هو شهر جبران الخاطر والرزق والانفراجات والبدايات الجديده بحياتنا. صباحنا بلش لليوم، خلونا نروح لفاصل ونكون باولى فقراتنا. دائما بنقول ضمن شهر رمضان الكريم دائما الاجواء بتكون مميزه، ولكن هي الاجواء بتختلف من بلد لبلد ثاني. الشام او دمشق بالذات بيكون فيها طقوس رمضان
مختلفة ومميزة، سواء بنشوف يعني بالعادات بالتقاليد أو يعني حتى بزينة رمضان؟ أكيد نيرمين، وهي هذه العادات هي أكيد متوارثة من الأجداد. كنا هيك من زمان في عادة كتير حلوة كنا عم نحكي أنا وياكي تحت الهواء، أنه من قبل سنوات خليني أحكي أنا كونه كنت بمدينة حمص، كنا ننتظر ضربة المدفع. يعني نحن كان موجود بمحيط القلعة بمدينة حمص، فكل الناس كانت تكون على البلاكين بوقت الإفطار لتسمع ضربة المدفع. كان عندنا فضول نعرف كيف اللي عم يضربوا هذا الصوت وكيف هو مسموع بكل أرجاء المدينة. يمكن هذا العادي أو هذا الطقس خلينا نقول ما هو موجود بباقي البلدان العربية، قلت لي حتى كان بالشام بالدحادين بكل يعني ليك بكل المحافظات أكيد موجودة ضربة المدفع، ولكن هي حسب القرب الجغرافي بيكون من مكان المدفع. بشكل عام بكل الدول هو ضربة المدفع من زمان هي بتحسي عادة كانت قديمة موجودة. هلأ صرنا مثلا نستنى مثلا نقول افتحوا التلفزيون، افتحوا على القناة أو الموبايل يعني، أو بنسمع الأذان إذا كان في جامع قريب علينا. طيب هلأ كل بلد مثل ما قلنا أنه هي إلى طقوسها وإلى عاداتها الخاصة، ولكن خلونا نروح ضمن التقرير التالي لنعرف أكثر عن الشهر الكريم. كانت دمشق وما زالت من أعظم المدن في التاريخ، وشعبها من أكثر شعوب الأرض تمسكاً بعاداته وتقاليده ومتميزاً بالكرم والجود. شهر رمضان في دمشق له مكانة خاصة وفريدة في قلب كل دمشقي، وله عادات وطقوس منذ سنين طويلة لم تتغير حتى الآن. توارث سكان دمشق على مر التاريخ عادة جميلة اسمها السكبة، وهي توزيع الطعام قبل موعد الإفطار على الجيران، وكل جار يقدم سكبة من طعامه لجاره، فيصبح لدى كل الجيران مائدة متنوعة الأصناف. هذه العادة ليست مقتصرة على الصائمين فقط، فحتى المنازل المسيحية تشارك بإعداد أصناف مختلفة من الطعام وسكب صحون لبيوت جيرانهم الصائمين. فدمشق تتميز بتعايش مشترك له رونق خاص يميزها عن كل المدن الأخرى. في رمضان تزدحم الشوارع والأسواق بالمقبلين على شراء الأطعمة والمشروبات المرتبطة بالشهر الفضيل. ومن أبرز أكلات رمضان في دمشق الناعم، وهو مزيج من الطحين والماء والزيت يعجن على شكل أرغفة، يقلى بالزيت ويزين بدبس العنب أو دبس التمر. ويتفنن أهل دمشق بإعداد أنواع الحلويات والأطعمة، فلا يمكن تخيل أي سفرة رمضانية تخلو من الفتوش أو التبولة وشوربة العدس والفتة وغيرها الكثير، بالإضافة للمشروبات الرمضانية التقليدية المدهشة كالعرقسوس والتمر الهندي وشراب التوت. وتجتمع العائلة على الإفطار معاً في جو من المحبة والإلفة بعد سماع آذان الإفطار. الله أكبر الله أكبر. ومن تراث دمشق القديم الحكواتي، الذي يروي قصصاً عن البطولة والرجولة أمام جموع من الناس يتفاعلون معه في وقت للراحة والترويح عن النفس في جلسات المقاهي اليومية والمحببة لدى الكثيرين حتى الآن. في حارات دمشق الشعبية القديمة ما زال يدور المسحرات بطبلته وينادي بصوت مرتفع يا نايم وحد الدايم، ويطرق أبواب الصائمين ليوقظهم للسحور. اصحى يا نايم العمر مو دايم، اصحى يا نايم وحد الله الدايم. حنا أحباب النبي ورب السماء حامينا. ورغم كل التطور والانفتاح الذي نشهده في يومنا هذا، إلا أن الحفاظ على هذه الطقوس في شهر رمضان المبارك
شفنا ضمن التقرير، شفتي الاكلات الرمضانيه الطيبه؟ دائما نحن برمضان بننفرد بهدول، ان كان الاكلات الطيبه او كان المشروبات مثل عرقسوس، تمر هندي، جلاب. انا بحب الجلاب. وانا بحب الجلاب اكثر من عرق السوس. بتحبه طعمته حلو هيك يعني، باي وقت بيكون محبس. كمان الناعم يعني نحن ما بنشوفه غير بشهر رمضان. بتعرفي انه الناعم يعني اكثر شيء موجود بدمشق، يعني في محافظات ثانيه ما كثير بيعرفوه. يمكن بمحافظات ثانيه في اكلات رمضانيه كمان ما أنا موجوده بالشام. في التمريه، يمكن هون بالشام ما كثير معروفه اكله التمريه، هي اكله حمصيه. لليوم انا ماني كثير رايحه لقصه حمص يعني، ولكن كونه نحن اليوم باجواء رمضان فانا بعرف يعني كان في هيك اكله كثير طيبه. هي تمريه عباره هيك عن، خلينا نقول، عجينه بتحسيها هي ملفوفه اكثر من دور، وفيك تحشيها قشطه، بتنقلها وبتنزل بالقطر. هي من الوجبات الكثير اساسيه وكثير مهمه ومن الحلويات المفضله عند الناس. يعني هون بالشام بيحبوا العوامي اكثر بشهر رمضان، بيحبوا كمان الاشاطي. حتى كمان اكلات الاشاطي اللي فيها قشطه بتلاقي الى وقت مخصص، يعني مثلا في اكلات من القشطه هي موجوده باول 10 ايام، اكلات ثانيه مخصصه بالعشر ايام اللي بعدها وهيك. هلا اليوم حسب الظروف الاقتصاديه هي الاكلات صحيح. يعني للاسف ما بدنا نقول التغت، ولكن هيك قلت وصارت حسب الامكانيات الماديه. واليوم الناس حقها يعني للاسف انه هذا الشهر ما يكون هيك شهر لكل الناس، انه ما تشتهي الانفس. كنا بالطقوس بدمشق وبالمحافظات السوريه. خلونا نروح ضمن التقرير التالي لحتى نشوف اغرب العادات في البلدان العربيه. هناك بعض الدول التي ما زالت تحافظ على العادات الرمضانية المتعلقة باستقبال شهر الصيام، وربما منها عادات غريبة لكنها في الأغلب عادات مبهجة وتدعو للتسامح والتأمل، لأن رمضان عندما يأتي يحمل معه دائماً الرحمة والغفران والبركات في كافة ربوع الأرض. في السودان يتم تدريب النساء على تجويد القرآن كل صباح، كما لابد أن يتم تجديد أواني المطبخ احتفالاً بقدوم الشهر الكريم. لكن أكثر ما هو غريب أن الإفطار يجب أن يكون جماعياً في ساحات واسعة، حيث تجتمع كل أسرة في ساحة واحدة للإفطار معاً. وفي أوزباكستان خروف على الإفطار، يتم التحضير لحفلات إفطار جماعية يتم فيها دعوة الأهل والأصدقاء والجيران، ولابد أن يذبح خروف على الإفطار ويقدم مع أرغفة الخبز كبيرة الحجم التي يجب أن تخبز بالمنزل ومع الزيت والحليب، ولا يهمل تحريض مائدة تشمل جميع أنواع الشاي الأسود. أما أندونيسيا، قرع الطبول، تستقبل الحكومة الأندونيسية رمضان بمنح إجازة للطلاب في الأسبوع الأول منه للتعود على الصيام. لكن أكثر مظاهر الاحتفال برمضان هو قرع الطبول التقليدية المعروفة باسم البادوق. وفي ماليزيا تعكف الإدارات المحلية على تنظيف الشوارع عقب استطلاع هلال رمضان، وتقوم بنشر الزينة الكهربائية في الميادين الرئيسية احتفالاً باستقبال الشهر الكريم. ومن العادات الغريبة أيضاً حرص النساء على الطوف بالمنازل لقراءة القرآن ما بين الإفطار والسحور. وفي نيجيريا الإفطار المنفرد ممنوع، غير مقبول إفطار كل أسرة بمفردها، وكان لابد أن تجمع الأطعمة التي تم إعدادها في كل منزل، ويتم تقسيم الموائد أمام أقرب منزل إلى جزئين، أحدهما للرجال والآخر للنساء. لكن الأغرب هو حرص كل أسرة على استضافة أحد الفقراء يومياً على مائدة الإفطار كنوع من التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. وربما يمتلك شعب موريتانيا العادة الأغرب بين الجميع، حيث يحلق الرجال في موريتانيا رؤوسهم قبل الشهر الفضيل بأيام حتى يتزامن نمو الشعر الجديد مع نهاية الشهر، وتسمى هذه العادة باسم شعر رمضان، وتؤجل الأسر أعراسها إلى شهر رمضان تفاؤلاً به، على عكس ما يحصل في معظم الدول الإسلامية حول العالم. ومن أفضل العادات رغم صعوبتها هي العادة التي تقوم بها الشعب في موريتانيا، حيث يحرصون على قراءة القرآن الكريم كله في ليلة واحدة. وأيضاً يدأب اليمنيون بممارسة عادات رمضان بطلاء منازلهم قبل شهر رمضان كاستقبال احتفالي بقدومه، وتظهر بذلك اليمن بأبهى حلة وكامل استعدادها لقدوم شهر الخير.
كما تنظم الإفطارات الجماعية في شوارع اليمن عند نداء الله أكبر لأذان المغرب يومياً، وتزدان الشوارع بأجمل الزينة إعلاناً بقدوم شهر الصوم، ويظل السهر حتى وقت السحور. هذه كانت أغرب عادات وتقاليد الشعوب في رمضان. كنا عم نشوف ضمن التقرير اللي كنا عم نشوفه على الهواء أغرب العادات بالدول. دائما رمضان هيك بيضل في شيء خصوصي بحياتنا، كونه عيد الفطر فورا، فبتلاقي الناس، يعني أنا بتذكر أنه أنا كنت قبل 10 أو 15 يوم جهز للعيد وخبي الأغراض. لا تقلي لي ما كنت تنايمين جنبك هدول القصص، يعني اليوم ما في حدا كمان ما كان يشتغل بهاي القصة. صحيح. يعني يضل يحلم بهذا اليوم. صحيح، شو بدنا نلبس، ودائما هيك وقفة العيد ما حدا بينام، صلاة العيد وصلاة العيد. صحيح، حتى بالأمهاتنا وقت كانوا حملات التنظيف يلي يكونوا هي أبشع شي بتلاقي للصبح سهرانين، بس من في بأول يوم بالعيد ما حدا تعبان، الكل مبسوط، وكان في فرحة. لما يقول لك فرحة العيد غير، يعني بنلاقي أهالينا بيقولوا كان قبل العيد غير، هو مزبوط. صحيح، حتى رمضان يعني اليوم إذا بدنا نرجع نقارن بأيامنا على أيام سنوات الماضية، كان في أريحية، كان في روحانية أكثر، وكان في تواصل اجتماعي أكثر. كانت الناس يعني تعزم بعض على الإفطار، يوم عند فلان، يوم عند العمة، يوم عند الخالة. اليوم للأسف ومنرجع منقول بسبب الظروف اللي عم نعيشها، بسبب الظروف الاقتصادية خفت هي العادات، وحتى لو كانت موجودة فهي صارت كتير قليلة. يعني صحيح رشا، ويمكن كمان ظروف كورونا اللي مرت خففت شوي من هي العادة. يعني نحن مرقنا تقريبا بسنة ونص سنتين، ما بقى كتير كان موضوع الزيارات محبس، بس ظلت في عادات حلوة بعدها موجودة، هي سكبة رمضان. يعني للجيران، لحدا قريب علينا، قديش هي العادة حلوة. تماما، وكان في ناس يعني اليوم ما تطبخ، تنتظر هي السكبة. كانت الجوارين كلهم يبعثوا لبعضهم، ولو شو ما كان نوع الأكل، كان هذا الصحن يصلك من جارك، يصلك من أخوك الساكن قريب منك. كمان اليوم نرجع منقول الظروف الاقتصادية أثرت كتير على هاي القصة، ولكن دائما منقول بشهر الخير، دائما نتمنى الجبران والفراج، وهيك يكون رزقة كريمة لنا. فدائما رمضان خاص بحياتنا. خلينا نروح لفقرة نيرمين منوعة وبعض الفيديوهات اليوم حبينا نستعرضها ضمن صباحنا لليوم. دائما نحن بنعرف انه المراسل التلفزيوني بيكون حريص على نقل الخبر من المصدر او ومن مكان حدوثه، ودائما بيكون يعني بيروح للمصداقية ليوصل للناس هاي الرسالة. صحيح، ولما نحن نحكي عن مراسل ميداني باي حدث، دائما المراسل بيفكر انا وين بدي اسوي الستاند. نحن بنقصد بكلمه الستاند هو يعني الكلمه الختاميه. صحيح. لما كيف منهم بده يختم تقريره، بنبلش احيانا نتفنن، يعني اذا كان طبيعه الحدث بتسمح لنا وين ممكن نحن نسوي الستاند تبعنا. ولكن اليوم الستاند اللي رح نشوفه ضمن الفيديو هو ستاند هو غريب، وللاسف يعني كان في تعليقات جدا سلبيه عليه. الفيديو اللي حنشوفه لليوم هو لمراسل مصري، تم تداول هذا الفيديو قبل سنوات، ورجعنا للاسف اليوم نشوفه ترند على صفحات التواصل الاجتماعي. هذا المراسل حب ينقل الخبر بكل مصداقيه من حمام بمصر. خلينا نشوف اليوم شو خبرنا المراسل وكيف كان الستاند اللي عمله. والاستجمام، وعلى مر العصور تطورت هذه الحمامات وأصبحت منتديات اجتماعية للاسترخاء والمسامرة. اشتهرت أحياء القاهرة القديمة بحماماتها الشعبية، أنشأها الأمراء والسلاطين ليرتادها عامة الناس للاستحمام والاستجمام. وعلى مر العصور تطورت هذه الحمامات وأصبحت منتديات اجتماعية للاسترخاء والمسامرة. اشتهرت أحياء. شو رأيك نيرمين؟ يعني في جرأة بالقصة، يعني اليوم بدها هاي القصة جرأة كتير. يعني اليوم هو حط حاله بموقف وبيعرف حاله أنه هو يمكن يتعرض للانتقادات السلبية والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن راح يعني
الفكرة اللي كانت براسه وساواها. ما هو يعني فكر زيادة خارج الصندوق، مثل ما قلت لك دائما المراسل بفكر انه بيقولوا انه الستاند بيعلموه بكلية الاعلام انه هو بصمة المراسل، صحيح. فهو عمل بصمة غير شكل، يمكن يعني ما رح نرجع نشوف هاي البصمة عند ولا مراسل بعد الترند اللي صار لهذا المراسل. دائما يعني نقل الخبر اكيد بحاجة لمصداقية، ولكن كمان بحاجة لحذر انه نحن بكل كلمة ممكن تصير ترند، يعني احنا متعرض لهي القصة كثير، يعني صحيح. حتى بصباحنا غير يعني في صفحات ناطرة كلمة لحتى تعمل عنا خبر وتجمع لايكات وكومنتات عليها. صحيح رشا، هي طبيعة السوشيال ميديا، يعني بتلاقي أغلب الأخبار يلي موجودة هي انتقادات أو مواضيع بتكون من التلفزيونات، من أخطاء، من هفوات، ومن أرض صحيح. الواقع يعني. طيب خلونا نروح لخبرنا الثاني. نحن بنعرف دائما انه الطب هو مهنه انسانيه، ودائما بيقولوا رحله العلاج العامل النفسي قديش بياثر بعلاج المريض، يعني قديش اليوم تاثير الطبيب على نفسيه المريض بتساعده برحله العلاج، ولكن نحن بنشوف دائما في اطباء شوي بيكون وقتهم ضيق، خلينا نقول خلاقهم ضيقه، فبيكونوا مختصرين بتعاملهم مع مريضهم. وبنشوف بالضفه الثانيه اطباء يعني بتمتعوا بهي الروح البال الطويله، يعني صحيح. فبنشوف العامل النفسي عندهم كثير بيهتموا فيه وبيروحوا للدعم النفسي قبل الدعم الطبي. بالفيديو اللي حنشوفه اليوم حنشوف الدكتور بيرافق المريضين، كان بالاطفال وان كان بالشباب، لغرفه العمليات كرمال يخفف من توترهم. خلونا نشوف. يعني قديش رشا حلو هذا الفيديو، دائما بنشوف في اطباء بنرتاح لهم نفسيا، يعني مثلا صحيح. لا سمح الله اذا حدا سوى اجراء جراحي بيسالوا كيف كان الوضع، بيقولوا مثلا من محيطنا في ناس بيقولوا لك انه ما كنت مرتاحه، مثلا الطاقم الطبي كان شوي ما نو كثير يعني مهتم، بينما هيك حاله يعني قديش حاله الفرح اللي بتوصل للشخص، يعني خاصه عم يشوف اليوم يعني التعامل مع الاطفال قديش بحاجه صح معامله خاصه. الأطفال دائما بيكونوا بحاجة لهذا الدعم النفسي، كونهم هم بعمر ما كتير بيكونوا فهمانين الإجراء الطبي اللي داخلين يعملوا وقت غرفة عمليات وتخدير عام، فأكيد هي فوبيا بالنسبة لهذا الطفل. فاليوم تحية لكل طبيب بيكون هيك عنده نفس طويل بالبال مع المرضى، وبتكون هي الإنسانية كتير عالية عنده. بنرجع بنقول يعني الطب هو مهنة إنسانية وهو رسالة بالنهاية. بآخر فيديوهاتنا لليوم رح نشوف اليوم حلم كل مرأة، يعني شو حلمك بالبيت؟ كونك قلتي بالبيت، يعني هلا انا ما راح اقول شو حلمي لانه نفس راح يطلع بالفيديو مشان ما نحرق. اليوم هو حلم مشترك. دائما ست البيت بتقول لك انا بطلع الصبح على وظيفتي، بدي ابعث اولادي على المدرسه، بدي الف لهم سندويشهم، بدي انتظرهم، بدي درسهم، بدي اطبخ، بدي الى اخره. بعد فهي على اسوي شغلات، عندي شغل البيت. خلينا نشوف ضمن اليوم الصين يعني دائما بتفاجئنا بهدول الاختراعات الظريفه. خلينا نشوف ضمن الفيديو اليوم الحل لكل ست. طبعا لهذا الفيديو عمل ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي والشباب رفضوا الفكره بشكل كثير كبير. خلونا نشوفه.
هلا هو صحيح شوي شكله ما نو مستحب بالبيت، ولكن هو بكفي شغله يعني. صحيح بكفي شغله وأداؤه يعني، حتى بيتزحلط بالموزة مثل مثل كل، بس ما بينكسر يعني. هذا دليل أن أنت ما أنك منظف البيت منيح، لو أنك منظف البيت منيح كنت قمت تقشر الموز وما تزحلطت فيه. دائما في ناس تتعرض بالشارع لهي المواقف يعني. صحيح. بتفكر بيوم الأيام نرمين إذا هذا المنتج يعني نزل بالأسواق عنا أنه ممكن أنه يكون موجود عندك بالبيت؟ أكيد يعني، هو بالنهاية يعني وجود روبوت هيك بيساعدك بغراض البيت او بتنظيف البيت، وخصوصا الامهات اللي بيكون عندهم اولاد صغار، كلياتهم بيعانوا من هي المكعبات الصغيره او القطع الصغيره اللي كلياتنا بنحس عليها بالبيت. فانت بس تعطيه مهمه ترتيب البيت بعد هيك مشاكسه الاولاد الصغار، فانت بترتاحي جدا. وخاصه مثل ما قلتي هدول هلا كل ام عم بتشوفنا بتعرف هذا الكيس الكبير الموجود بغرفه الاطفال، كيس الالعاب اللي بيكون فيه اكبر قطعه هالقد، وبالاوقات الفراغ وغير الفراغ بتلاقيهم هيك ناصرينهم على الارض وعادي يا ماما المي. فهذا الريبوت اللي شفناه ضمن الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الشباب ما حبوا الفكره، بيحبوا يعذبوا دائما، بيحبوا دائما هنن بحجه انه لائما اكيد في لمسات للمراه بتضل غير بالبيت، ولكن كان الاستهجان بطريقه كثير سلبيه يعني، انه هي مهمه المراه يعني. دائما احنا بنلاقي الشيء السلبي والهجوم بالجانب الانثوي. اكيد صحيح رشا. يعني جولتنا اليوم للمنوعه واخبارنا كانت متنوعه من مختلف المجالات. صارت الساعه 10 وصار الوقت نروح على غرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه المحليه العربيه والعالميه مع زميلتنا لور خضوري. يسعد صباحك لور. يسعد صباحك نيرمين. موجز لاخر الاخبار بعد الفاصل. وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمقتربين الدكتور أيمن سوسان إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا. الدكتور سوسان أشار في وقت سابق إلى أن وفد الجمهورية العربية السورية سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم الثالث من نيسان، وفي اليوم التالي الرابع من نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي. وأضاف أن الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية. انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنية في منطقة المزة بدمشق دون وقوع إصابات. وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدنية في منطقة المزة الشرقية ما أدى إلى احتراقها، لافتا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولم يتم تسجيل أي إصابات. تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجرى تحديد موعد اللقاء بينهما. مصادر إعلامية ذكرت أن الوزيرين بحثا في العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير. توفي مدون روسي شهير وأصيب 25 آخرون نقل منهم 19 إلى المشفى إثر انفجار داخل أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لسبوتنيك حسب المعلومات المحدثة ارتفع عدد ضحايا الانفجار في مقهى في سان بطرسبورغ إلى 25 شخصا وأسفر عن مقتل شخص. وأفاد مصدر لوكالة سبوتنيك بأن المدون العسكري المعروف فلادلين تاتاريسكي هو الشخص المتوفى إثر الانفجار. ختام أخبار الموجز، عودة إليك نرمين.
شكرا لك لورا. مكفئين بباقي فقرات صباحنا غير اليوم. كنا عم نحكي عن اغرب العادات برمضان، كنا عم نحكي عن خصوصيه سوريا وخصوصا دمشق بالعادات الرمضانيه. ورشا، لما نحكي رمضان ايضا بدنا نحكي عن الموسم الدرامي والاعمال الدراميه اللي بيكون في زخم كبير يعني خلال عرض الموسم الرمضاني، بنشوف يمكن عشرات الاعمال اللي عم تكون. صحيح نيرمين، وهي السنه شفنا هيك انتعاش للدراما السوريه وشفنا كم من المسلسلات الرمضانيه. مرقت فتره كانت صعبه حتى على الدراما السورية، كان بسنوات الحرب وان كان بزمن كورونا، فكانت خلينا نقول دائما نحن متعودين انه تتصدر الدراما السورية بكثير من السنوات الدراما العربية باعمالها وحتى باداء ابطالها يعني، ولكن بفترة من الفترات تراجعت بسبب الظروف اللي قلناها، ولكن هي السنة هيك رجعنا نشوف بوادر خير عن صعود الدراما السورية مرة ثانية لتكون بالمراتب الأولى. رح نروح لتقرير قبل ما نستقبل ضيفتنا لليوم ونشوف ضمن هذا التقرير التقلبات اللي عانت منها الدراما السورية بالسنوات السابقة. أهلا بكم. خلال السنوات الماضية اعتاد المشاهد السوري متابعة المسلسلات التي تطل عبر الشاشات خلال مواسمها لتكون للدراما السورية منتجا ثقافيا يحظى بشعبية كبيرة في مجتمعنا. حظيت الدراما التلفزيونية في سوريا بصعود كبير للإنتاج ضمن سوق القنوات العربية، ففي عام 2006 أنتجت شركات الإنتاج الفني في سوريا أكبر نسبة إنتاج للدراما التلفزيونية السورية حتى الآن بما يقارب 50 مسلسلا، وشهد عام 2007 إنتاج 37 مسلسلا، وفي عام 2009 عرض 30 عملا دراميا. الدراما السورية استمرت بنجاحها حتى عام 2011 لتدخل مرحلة جديدة، حيث واجهت شركات الإنتاج مشكلات التسويق للمسلسلات والأعمال الفنية السورية نتيجة مقاطعة بعض الدول للمسلسلات السورية المنتجة من قبل بعض الشركات على إثر الحرب التي شنت على سوريا. الرب مع لضبه. الدراما المشتركة كانت نافذة وحالة جديدة في دمج الأعمال بين ممثلين سوريين وآخرين من بلدان عربية. وبعد عام 2018 عادت الدراما السورية إلى ألقها لتلمع في الوسط الفني التي تنوعت بين كوميديا وبيئة شامية وتاريخية، كمسلسل هارون الرشيد، وردة شامية، شوارع الشام العتيقة، ضب الشناتي. ما رح نرضى بغير الحق اللي بيرجع لأصحابه. بالإضافة إلى الأعمال الاجتماعية التي جسدت الحرب في سوريا وقضايا المجتمع السوري، روزنا، دقيقة صمت، مسافة أمان، شوق وغيرها من الأعمال الدرامية الفنية. ما ضل شيء من اللي عم نعمله عاجبك. ليش نحن شو عم نعمل؟ قل لي شغلة وحدة مهمة عم نعملها هون. أنا محملة بارودة لحتى بالأخير يصير وضعي هيك، محملة بارودة لنحرس شوية نسوان، ما بعرف بالأصل ليش حابسينه. يلي صار عنا ببلدنا خلى الأخ يكره أخوه والابن يكره أبوه. الدراما السورية ورغم كل المعوقات بقيت محافظة على رونقها وخصوصيتها، آملين أن تتجاوز كل المشاكل لتبقى في المقدمة. يعني رشا، كنا نحن عم نتابع مادة رصدنا فيها خلال السنوات الماضية كيف كانت وضع الدراما السورية، شفنا حملات يمكن كانت المقاطعة، نوعية اليوم المواضيع يلي كانت عم تتناولها الدراما قبل 2023 اختلفت. صحيح.
من 2018 رجعنا هيك لنشوف مثل ما شفنا بتقرير سنتعش الدراما. اليوم الحرب أثرت بشكل كتير كبير وشفنا اتجاه كتير كبير من شركات الإنتاج. اليوم يعني اليوم ما بدنا نخبي، مثل ما بيقولوا الشمس ما بتتخبى بإصبع. اليوم شركات الإنتاج كانت هي العامل الأساسي باختيار النص واختيار توجه العمل الدرامي. فشفنا بهي الفترة كانت الأعمال كلها راحت خلينا نقول للأعمال للحرب، وشو كانت توثيقية للأحداث اللي كانت. ونحن يعني خلال صباحنا غير وسنوات الماضية كنا عم نحكي وكان في هيك رأي مختلف للنقاد بين الأشخاص اللي قالوا أنه هي عم توثق صحيح، وبين الأشخاص اللي قالوا أنه توثيق يعني الحرب بده سنوات يعني صحيح. طويلة. بتختلف دائما آراء النقاد بهذا الموضوع. هلأ نحن بال 2023 وبالنتاج الدرامي السوري ضمن 2023 أكيد لنحكي أكثر عنه. سمعنا كثير اليوم من الأشخاص عم بيقولوا دراما سورية رجعت، في كثير حفاوي اليوم كانت لبعض عرض أعمال سورية سميناها رشا، أعمال سورية خالصة يعني الأبطال سوريين، التصوير صار بسوريا، الكوادر كلها من سوريا وأيضا المخرج. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد بيسعدنا نرحب بالناقدة سعاد زاهر رئيسة قسم الثقافي في جريدة الثورة للحديث أكثر عن الدراما السورية بعام 2023. صباح الخير ورمضان كريم. صباح النور، رمضان كريم، ينعاد على الجميع بالخير والسلام. آمين. يسعد صباحك، نورتي صباحنا لليوم. كنا عم نشوف ضمن التقرير نتاج سنوات سابقة يعني، وشفنا حتى بالتقرير شفنا في كان أعمال أخذت صدى كتير كبير 2023 ونحن ببداية موسم رمضاني جديد. يمكن اليوم الصورة لسه ما أنا واضحة كتير، ولكن نحن كمشاهدين بنعرف نقيم العمل من أول كم حلقة، يا بشدنا ومنتابع يا أما منروح لعمل تاني. اليوم كيف بتشوف اليوم 2023 رمضان؟ طبعا ما بنقدر نحكي على الدراما السورية ب 2023 ما زال عن الماضي، هي تاريخ صار تاريخ من تقريبا بداية منتصف التسعينات، بدأت تظهر على كل الفضائيات أثناء الفورة الفضائية اللي عشناها بالتسعينات، فأثبتت الدراما السورية وجود كتير مهم. هالموسم كمان صراحة هي خلال موسمين الماضيات 2022 و2023 بدأت انطلاقة مختلفة، نلاحظ وجودها على مختلف الفضائيات سواء يعني هلا المحلية هذا أمر بديهي، لكن حاليا لا يخلو فضائية عربية خاصة دون الفضائيات اللي مهمة وذات صيت عالي إنه موجود دراما السورية. كملمح أولي أو كنظرة بانورامية أولى هلأ خاصة وقت كنا عم نشوف الريبورتاج، إذا بتقارني بالأعمال الموسم الحالي في عنا نقص بالدراما الاجتماعية المعاصرة اللي هي كانت تحاكي شريحة واسعة من المجتمع السوري وعبر نصوص تأخذ من الراهن. هلأ شو السبب أنه الواقع سوداوي لدرجة أنه ما وجدنا ما التقى أنه كاتب يأخذ هذا الواقع ويقدر يصيغه يناسب مشاهد محلي ومشاهد عربي؟ فهون في ثغرة بهذا الموسم تحديدا فيما يتعلق بالنصوص الاجتماعية المعاصرة. هلأ إذا من خلال متابعاتنا بالنصف فيك تقولي بالثلث الأول رمضان في عنا سمات عديدة ممكن نحكي على هاي الدراما هذا الموسم. أهم سمة هو أول شيء نروح على الإنتاج. في عنا نوعين من الإنتاج، عنا إنتاج داخلي وعنا إنتاج خارجي. الإنتاج الداخلي تمثل بعدة مسلسلات عم تنعرضها بعض القنوات مثل كارازون، عنا صبايا كمان هذا انتاج ذكرتي انه في انتاجات سوريه بحتة هي منها. في عندنا خريف عمر لسلوم حداد للاخراج المثنى صباح بطوله سلوم حداد وباسم ياخور. في عندنا كمان انتاجات خارجيه، هلا هي سوريه بس لكن التمويل الخارجي مثل الزند، هلا الزند هو شركه لبنانيه بينما هو الطاقم كلياته من ناحيه المخرج سامر برقاوي، النص عمر ابو سعده، الكادر الكاست التمثيلي كلياته التصوير كله. طبعا هو من هلا حاليا من اهم الاعمال اللي عامله ضجه، اضافه لاعمال اخرى رح ناتي على ذكرها مثل النار من النار للمخرج محمد عبد العزيز، كمان مسلسل كثير بهذا الموسم الرمضاني. هلا مشان نتابع بنفس السويه المنهجيه انه نحن عندنا من ناحيه الانتاج انتاجات داخليه وخارجيه، في عندنا من ناحيه النوعيه في تنوع كثير كبير. طبعا قلنا انه في غياب المعاصر، لكن في عندك بيئه شاميه من اهم اعمال هذا الموسم، عندك مربل عز كثير مهم وعامل مقترح درامي جديد بالبيئه الشاميه لرشا شربجي. عندنا العربجي
باب الحارة 2000 هلا هدول الاجزاء يعني حارة الإبة جزء ثاني باب الحارة جزء 13 بس في عندك ثلاث مسلسلات عم تقدم شيء مقترح جديد بالبيئة الشامية اللي هي نزقاء الجن عندك العربجي وعندنا مربى العز عندنا كمان شيء بوليسي خريف عمار وشو عندنا كمان مقابلة مع السيد آدم أنا متابعة فتلاحظي أنه هلأ نحن طبعا نحن عم نجتزئ مشهد من المشهد الكلي يعني هلأ أنا عم بحكي يعني بفضل أحكي بهاي المقابلة على الشيء اللي أنا متابعته بدقة أفضل بعد أحكي يعني نحن عم نحكي على مشهد معين في عنا أنواع كتير أخرى هي الدراما المشتركة إذا هيك بدنا نفندون كان في عنا النار بالنار وفي وأخيرا يعني نحن عم نحكي كان أبطال فكرة الدراما السورية في ملمح كتير مهم لازم نحكي عنه اللي هو له علاقة بالأداء التمثيلي هو لأنه رافعة كتير مهمة للأعمال صحيح. السورية الدرامية في عندك كمان هذا الموسم إذا بتلاحظي أنه عدة مستويات من الأداء عندنا أول شيء الثنائيات اللي عم تنشهر فيها الدراما السورية في عندك ثنائية هذا الموسم مشتغل عليها باسم ياخور وسلوم حداد بطريقة ممتعة جدا سواء بالعربجي أو بخريف عمر في عندك ثنائية هي من الإنتاجات بس عفوا هون اليوم مختلفة يعني نحن عم نشوف ثنائية يعني رجال بالعادة نحن لما نقول ثنائية دائما أيوة بيكون إنه يعني شاب وبنت وغالبا يعني بالدراما المشتركة عم نشوفها هلا يعني. رح أذكر لك في عندك ثنائية كاريس بشار عاملة دور مريم المدرسة اللي بتسافر على بيروت بمسلسل النار للنار للمخرج محمد عبد العزيز ونص عن نص رامي كوسا كمان عامل نوع من الجدل في هاي ثنائية هي وعابد فهد عاملين ثنائية ممتعة ومسلسل لحد هلأ يعني عامل حالة كتير حلوة خارج نطاق الأكشن شو عندك عندك بالأداء البطل الشعبي هذا كمان هذا الموسم كثير مهم من خلال شخصية العربجي وشخصية الزند الزند عاصي الزند. هلأ كمان في ملمح مهم حابة أذكره لاحظناه عند رشا شربجي بالمجموعة الأطفال يعني لفتوا نظر صحيح. كثير بمربى العز عموما هي بتتميز بناحية الأداء تتميز الدراما السورية بالأداء الجماعي عدم انفراد البطل الأوحد وهذا كثير مهم للدراما لأنه وقت العمل الكل بيكون متماسك العمل الجماعي بيعطي قيمة أهم للعمل هلأ في شيء أخير فكرة أخيرة رح أقولها فيما يتعلق بالدراما السورية موقعها ضمن كل الدرامات العربية تلاحظي هاي السنة أنه في نهضة درامية عربية هي على مدار سنوات بس السنة بشكل خاص فعلا في فورة مو طبيعية اللي عم يتابع الكل في مشهدية درامية متكاملة هلأ المصرية مش جديد أنك تلاقي هذا التنوع هذا الغنى يعني عم تابع مسلسل اسمه الهرشة السابعة مع أنه عم يحكي تفاصيل معاصرة بسيطة الزوجين كيف بيعانوا بتطلقوا عندهم أولاد الحبكة كتير بسيطة بس طريقة العمل ممتع هي هذا الشيء اللي نحن مفتقدينه انه في عندك اعمال معاصره بمصر نحن هون عم نفتقد الاعمال المعاصره عندك الدراما الخليجيه عم تنهض بشكل كبير عندك الدراما حتى العراقيه يعني لما عم تشوفي بعض المشاهد لمسلسلات عراقيه في صحيح. في نهوض كثير كبير واللبنانيه من خلال الدراما المشتركه كون ذكرتي الأعمال المشتركة والدراما المشتركة شفنا بالسنوات الأخيرة أيضا الأعمال المشتركة بين الفنانين السوريين وفنانين عرب اليوم أديها هذا التواصل وتبادل الثقافات أثر على الممثل السوري وهل كان هو نقطة إيجابية وتحول إيجابي إن كان برصيده وإن كان بنجوميته؟ هلا فيما يتعلق انه تحول ايجابي ما في شيء اكيد يعني له جانب ايجابي وجانب سلبي هلا الدراما المشتركه هي وليده المعاناه الدراما السوريه يعني خلال السنوات العشر الاخيره بتلاحظي انها هي نهضه الدراما المشتركه شو السبب السبب انه بسبب الظروف اللي عشناها بسوريا اضطروا بعض صناع الدراما مغادره البلد فالشركات الانتاج عندها مخ تجاري ذكي انه حاولت الاستفاده من هالطاقات السوريه من ناحيه الإمكانياتهم هلأ هي فعلا كان عندها مقترح مهم كتير يعني عندها فضاء واسع لتشتغل على مقترح درامي مختلف لكن قدرت تعمل هذا الشيء هلأ نحن اللي منلاحظه بقسم كبير من الأعمال أنه راحت على الشيء على البعد التجاري الاستثماري الاستعراض الإبهار ديكورات ممثلات جميلات بينما المضمون في هذا الشيء اللي كنا عم نقوله بالمقدمة إنه شركات الإنتاج كان لها التأثير الأكبر بمضمون العمل ونص العمل بكثير من الدراما اللي شفناها بالسنوات السابقة يعني تجارة من النهاية يعني. شركات الإنتاج هي بتروح على لغة السوق
صحيح. عندنا نحن السوق الدراميه العربيه اصبحت منمطه لانه في انواع معينه، في عقليه انتاجيه محدده حاطه 1 2 3 بدها هي الانتاجات اللي مفرغه تنميط تنميط زائقه مشاهد، يعني تنميط ذهن وزائقه مشاهد الى حد ما. هلا فيما يتعلق بالدراما المشتركه نحكي كمان في عده افكار خرج الواحد يحكيها، لانه فعلا هي هذا العام كثير في الى انتاج يمكن حوالي 8 أعمال دراما مشتركه. هلا الدراما المشتركه هي ما لها جديده، اذا بنتذكر من فتره شفت فيلم اسمه عقد اللولو لابو عنتر و قديم انه كان في المصريين ولبنانيين وسوريين، لكن نحن هي هالعشر وقدين وقفت، يعني اشتغلت فتره دراما مشتركه وقفت، كانوا يستعينوا بممثل واحد ممثل او اثنين. اما صحيح. حاليا انه في يعني بالضبط هلا هسي حوالي 8 مسلسلات دراما مشتركه. في عندك من بيناتهم مثلا مسلسل واخيرا اللي هو على سيرة الثنائيات قصي خولي ونادين نجيم، هي ثالث مسلسل بيعملوا فيه ثنائيات. عندك 20 20 5.5، وعندك هلا هذا المسلسل واخيرا. طبعا هو يعتبر من انواع الدراما المشتركه اللي الى حد ما عم يتقبلوا يعني، وفي تكرار يعني عفوا يعني لما نحن عم نشوف الانتقادات وخصوصا لها مسلسل واخيرا، يعني اغلب الانتقادات نحن ما شفنا شيء جديد، يعني بيقولوا لك اللي شاف عم يشوفه اخيرا كان عم يشوف 2020، هي نفس بالضبط. الفكره نفس يمكن طبيعه روح الاخراج نفس الممثلين، هي الثنائيات يمكن شركات الانتاج تعتمد على اسم انه هذا الاسم بياع، من هذا المبدا يمكن بينتجوا اعمال تسويقي، يعني انه ممكن اسم الفنان يعني او البطل، يعني هذا الفخ اللي وقعت فيه الدراما المشتركه. وبينما كان لازم تعتمد على تبادل الخبرات، على نص مهم، اعتمدوا على الابهار وعلى الشيء الخارج خارج القيمه الفنيه او يعطي للعمل عمقه ومعناه الدرامي. حتى صرنا نشوف اليوم في الاكشن ويعني ضغط على كثير من المشاهد الدراما اليوم، شو رايك بهذا الكناقده اليوم او شو رايك؟ اذا بدك تعرفي ليش بدنا نعرف ليش الاكشن، هلا الاكشن بسبب هالمنافسات شايفه اصلا خلال رمضان هي الوجبه الدراميه الكبيره برمضان، فمحتاجه لحتى تشدي المشاهد جرعه اكشن بكل حلقه، لازم جرعه اكشن. هلا احنا فورا بنروح بالقصه، يعني حتى الممثلات يعني لاحظي انه حتى الممثلات هلا مثل نادين نجيم ذكرناها واخيرا كله اكشن تقريبا المسلسل، عم على غرار يعني الممثلات قصدهم جونيفر يمكن لورانس سكارلت جوهانسون، عاملين الممثلات الاجنبيات عاملين ادوار اكشن بس يعني بارعه. هلا هون في انتقاد للاكشن انه فيه سذاجه، انه ما بيتعدى انه خناقه بين اثنين بحارب تطاير فيها الكراسي. هلا هو الممثل اللي فعلا بيمتلك لغه جسد خرج انه يعمل اكشن بيكسر له نمطيه الاداء، يعني مهم بكسر نمطيه الاداء انه وله مشاهدين وله جماهيري. لكن مشكله هذا الاكشن خاصة هلا حاليا وفي موسم يعني بهذا الموسم دون ذكر اسماء مسلسلات عم يروحوا باتجاه العنف والإراقة الدماء، وهذا له كثير تأثير سلبي على المشاهد. طيب خلينا نحكي هيك اليوم، شو هي العوامل يلي بتخلي موضوع الدراما السورية يرجع يلمع من جديد؟ مثلا في بعض المسلسلات شفنا حالات النص هو تفوق مثل النار بالنار، يعني رغم جرأة الحوارات يلي عم بتكون الناس حبت، لأنه بتقلك إنه هاي الحوارات نحن حتى لو كان إلى حساسية معينة ما بتطلع بشكل واضح على الإعلام، ولكن الناس عم يحكوها بين بعضهم. في أشخاص مثلا قالوا لك إنه نحن ما شفنا المواطن العادي يلي هو مثلنا يعني عايش بالحياة العادية، يا ناس يا مسلسلات هربت للخيال أو هربت للماضي مثل ما بيقولوا. اليوم الدراما السورية لشو بحاجة؟ لأي نوع بالذات؟ هلأ ذكرتي مسلسل النار بالنار، هو فعلا بيعطي نموذج كتير مهم للدراما السورية، لأنه عندك أنا قريت على صفحة عم بقرأ تقريبا كل شيء عم ينزله المخرج محمد عبد العزيز، حتى عم بقرا اللي عم ينزله كمان رامي كوسا، وصار بيناتهم جدل عن النص. المخرج اخذ النص واشتغل عليه مع الكاست الفني، فطالع عندك شيء كثير على الشاشه جذاب ومهم لدرجه انك انت وقت بتشوفي السوريين اللي عايشين بالحي الشعبي ببيروت بتحسي حالك انك عندك رغبه، بتنسي باللحظه انه مسلسل، عندك رغبه تروحي تعيشي معهم تشوفي تتابعي هالتفاصيل. لاحظي شغله، لا فيها اكشن
لا فيها ابهار، حي شعبي بسيط، ناس بسطاء قدران المخرج يعمل من خلال التمثيل العميق النص والافكار المهمه. يعني عامل حالي لا فيها بطء ايقاع، عامل حاله كثير، حاله الدراما كثير مهمه. وبعتقد هلا هي بتجاوب على سؤالك انه نحن الدراما شو محتاجه؟ محتاجه لمخرج مهم عنده رؤيه اخراجيه، لنص مهم، لانتاج، العقليه الانتاجيه غير تسويقي، العقليه يعني. انت هلا لما بيتكامل العمل وبيحتوي على كل هاي العناصر بيلاقي بعد تسويقي قطعا، لانه المشاهد ليس كما يروجون انه المشاهد ما بيحب يعني تنمط تذائقته وفي انواع معينه بده اياها، لا ممكن يتمرد ويروح على انواع كثير مهمه تنمي فكره ويكون لها رساله. اكيد اليوم لسه مثل ما قلنا الصوره ما انا واضحه ب 2023 للدراما، ولكن كبدايه وكسوشيال ميديا وشفنا اليوم قديش في ناس تعلقت بمسلسلات. بسؤال اخير قبل ما نودعك، اليوم عم نشوف الفاظ نحن كسوريين ما انا متعودين اليوم نسمعها ببعض المسلسلات، يعني جديده وصريحه وواضحه جدا، يعني انه اليوم انت ما بتقدري تشوفي المسلسل ومعك ابنك، يعني نحن ما انا متعودين بالدراما السوريه على هذا المصطلح. يعني سريعا ست سعاد، شو اليوم سبب ادخال هدول المصطلحات؟ انت نحن نفتقد حاليا الى دراما العائله تماما. هلا انت ما فيك تنمط تقولي انا ما بدي هذا التفصيل، طالما الدراما موجوده وعم تحاول تنقل الحياه ممكن تتعرضي لاي شيء. هلا انه انا ما فيني اشوفه ابني، لا انت الابن يعني ما حياخذ تربيته بس من التلفزيون، من مجموعه نقاط، يعني من المدرسه، من الاهل، وهو معرض انه يسمع هي الاشياء. يعني هو ما معقول يكون بهي الهشاشه انه من اول ما يسمع كلمه على التلفزيون انه خلص يصير يعتنقه ويصير مبدا، هذا ماني كثير مع هذا مع هي الفكره. عموما هي خيارات اخراجيه وانت انت ما فيك حتى تكتمل الصوره، يعني هلا حاليا عندنا الصوره مجتزاه ما فيك تحكمي عليها لحتى تصير الصوره مكتمله. نعم يعني شكرك اليوم أكيد. الحديث دراما على طول بشدنا يعني وقلبنا مليان. اكيد يعني بدنا نشكر وجودك لليوم الناقده سعاد زاهر ورئيسه قسم الثقافي في جريده الثوره، اهلا وسهلا فيكي. كل الشكر لكم، شكرا كثير. نورتي، شكرا لك. يعني رشا، خلال حديثنا اليوم حكينا عن اختلاف العادات بين الماضي والحاضر. زميلتنا اليوم تيماء مسعود نزلت على الشارع وعملت الاستطلاع التالي حول راي الناس كيف اختلف رمضان بين الماضي والحاضر بالتقرير التالي. رمضان كيف ما كانه يكون حلو، كان أول وكان هلأ، يعني كان أول في بركة أكثر. لا قبل كانت كتير حلوة، كانت بين الأهل كذا، بس هلأ شوي يعني اختلف، يعني أهلنا تغربوا طلعوا لبرا، تشتت شوي الأسر يعني هيك. والله كان أول إنه بسبت الوضع غير هيك، يعني التمر الهندي والصوص والأكلات يعني تختلف والعيلات تهتم وهيك، هلا بسبت هالغلا هاد ما صفي منه هذا الشيء، يعني ما عاد حسن واحد توفر له كله ولعاد العيلات اللي تمت، ما عاد صفي مثل اول، ما عاد صفي هالسكبه هي كانت قبل. سبحان الله تلمي لك اربع خمس صفون على طاوله واحده تقولي هي بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، هلا ما في، يعني كم جاره بس ما اكثر. هلا الاجواء بالاول كانت غير هلا، يعني ان كان بالطبخ او بالاكل عرفت شلون، هلا اكثريتها صار يطعموا على المطاعم، وبالاول كانوا يعتمدوا على البيت، تمرق بالحاره تشم ريحه الاكل يتروحن الواحد، اما هلا بتمشي ما في لا ريحه ولا يحزنوا، كلهم مطاعم حطوهم على الرف، عرفت علي شلون، دقوا لهم بالدف مثل ما بيقولوا. هون الاجواء احلى، يعني بتحس ناحيه اول شيء طيبه القلب، ناحيه الاشياء اللي بتنباع برمضان هون مثل التمر مثل الجلاب مثل العرق السوس، هيدي اشياء نحن يعني قديما كان بيجي ياخذنا على الاسواق نفرجينا عليها وهيك، لا الحمد لله بعدها موجوده بالشام، الله يحمي الشام واهل الشام. رمضان هو يعني روحتي على الجامع لصلاه اداء صلاه التراويح، يعني بستمتع متعه يعني ما بعدها متعه روحانيه وجمال، وبتحسي بالالفه بتحسي بالتراحم اكثر، وقت تشوفي كل هالعالم نازين يعني بوقت واحد نازين على الجامع لصلاه التراويح، وايه انا شخصيا كثير بحبها، يعني انا عندي رمضان هو التراويح
بغض النظر عن الاكل ولذاذته وطيابته وتشكيلته. رمضان كثير بيعني اشياء كثيره، يعني منها الصيام انه نتعود على نربط نفسنا، مثلا الصبر، مثلا بنروح الصلاه. برمضان بذكرنا بكثير شغلات، بذكرنا مثلا بالصلاه، مثلا بالرحمه، بالموده، بالتآلف. سابقا رمضان يعني في بهجه اكثر من هيك، لانه السنه سوء الغلاء المعيشه اثر على المواطنين، لان الحياه صعبه كانت، والان يعني كل شيء اي شيء غالي. العادات والله ما بتتغير، العادات حلوه العادات، يعني لحد الان في سكبه بين الجيران، في نسكب لجيراننا اكل بيبعثوا لنا هن كمان نفس الشيء، يعني مروا على صلاة التراويح، نجتمع نحن والجيران ونروح نحن وياهم على صلاة التراويح. سبحان الله كانت تختلف هاللمية هالمحبة، العالم كلها لنص العالم سافرتك أمي تشردت، وتاني شغلة هالغلا هذا يعني ما عاد عدا عزم حدا مثل الأول، يعني سبحان الله شايفة الدنيا كلها شلون صارت. بالعادات الأولانية كانوا يعزموا أهل البيت إن كان قرايبين وإن كان أخوال وإن كان إلى آخره، فهلا على الصدفة صاري، هلا كل واحد اللهم نفسي. عرفت عليش ليش؟ لأنه صار كل شيء غالي. بالأول كان يعني مرح شوي، كان الواحد بالأول يعزم كان قرايبينه وإن كان أهله وإن كان إلى آخره، يحط ما فضح ورزق وأقدر ما يكمل، يعني ما يكمل المصروف. أما هلأ أقل شغلة بدك تحط لك بالألفات، ما معه من أبدأ. أكيد تختلف، من قبل كان أكثر يمكن في تواصل، أكثر في يمكن تراحم. هلأ إذا أخوة بنفس البناية ما بيشوفوا بعضه، كل طقوسه اختلفت، يعني هلأ ما في أكثر من أنه على الأذان، أنه الجمعة، جمعة العيلة. بس قبل كانت على يعني على شغلات أوسع، على عيلة أكبر، على جيران، على يعني في شغلات اختلفت كثير، يعني ما في جمالية مثل قبل. دائما نرمين نحن بنفتخر بالاسماء والابطال السوريين بكافه المجالات، واليوم ضيفنا هو من اشهر الشخصيات عربيا على السوشيال ميديا. يعني نرمين اول ما قرأت الاسم قلتي لي بتابعه. طيب تذكرت دائما انت لما تكون عم تحضري فيديوهات، الاكيد اللي بيحبوا كمال الاجسام بتابعوا ضيفنا، وايضا اللي بيحبوا يعني ياخذوا نصائح مختلفه بعالم التغذيه والرياضه اكيد متابعينه. تمام، اليوم رح نتعرف على ضيفنا اللي هو حصل على شهرة كتير واسعة على السوشيال ميديا، وهو بطل بطولة سيد الكون. ضيفنا لليوم هو كاسر راتب السعيد، وهو لاعب منتخب سوريا بكمال الأجسام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك. صباح الخير، مرحبا، يا هلا. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. بداية كاسر، خلينا نحكي عن بطولة سيد الكون يلي رح تصير بعد أشهر، شو أهمية هي البطولة وعن مشاركتك فيها كيف رح تكون؟ هلا هي البطولة أهميتها بترجع من حيث أنها رح تصير بسوريا كبطولة دولية بعد كل سنين الحرب صارت بسوريا، فنحن كأبطال سوريين كأبطال دوليين يعني حتى ننجح البطولة لازم الكل يشارك فيها، لازم تكون مشاركتنا قوية فيها، تكون مستوانا كثير جيد، تجيب ميدالية من بلدك من أرضك من جمهورك. يعني دائما نحن نفتقر لعمل الجمهور، يعني بأي بطولة بنحضرها برا سوريا بيكون عندنا افتقار من ناحية الجمهور كتشجيع، لأنه بس ببلدك أنت في مستوى ثاني مختلف، ليفل مختلف ثاني تماما. والتحضيرات كثير جيده، وفي دعم كبير من الاتحاد الرياضي لها، من رئيس الاتحاد الاستاذ منار هيكل كثير عطينا دعم بهالمجال وعم بيتابعنا كلاعبه منتخب. ان شاء الله بنبيضها، والبطوله كثير مميزه رح تصير بدار الاوبرا من 4 ل 7 8 بظن. هي محطه من محطاتي بطوله العالم وسيد الكون، بطوله العالم لسه للشهر 11 هي الخطه الاساسيه، بس سيد الكون رح تكون محطه، وان شاء الله ان شاء الله عنا ثقه فيكم اليوم وقت بيكون في هذا الدعم المعنوي والمادي، وهو الاهم اليوم. كثير من المشاكل بالانديه والابطال بيعانوا من موضوع المشكله الماديه اللي بتاثر سلبا على قدراتهم وعلى اعطائهم. يعني كونك ذكرت التحضير، خلينا نروح لتحضيرات بطوله اسبانيا، خبرنا عنها اكثر. هلا هون فكره الدعم المادي، يعني الدعم المادي اي بطوله كانت شيء بميز سيد الكون، انه الابطال السوريين رح تكون مشاركتهم مفتوحه، يعني حتى اللاعبين العاديين عندهم طموح قادرين يطلعوا يشاركوا فيها لبطولة سيد الكون، ما نحصر في
فئة معينة أو باختبارات منتخب سوريا، وهذا الشيء ممكن يعطيهم دافع كتير كبير للاستمرار ك يطلعوا على مسارح دولية، لأنه بأي بلد تاني بده تصير بده الشخص اللاعب بده يطلع يتكلف من حسابه الخاص، يعني التكاليف كتير كبيرة وتكاليف هائلة، طيران وإقامة، يعني كبطولة العالم أنا هذا حلم بالنسبة لي، فالطلعة رح تكون على حسابي اجتهاد شخصي مني أنا. على إسبانيا؟ Yeah. ببطولة إسبانيا عم يحكي. أكيد. أما بطولة سيدكون هي كتير رح تكون حلم لكتير ناس وصارت على عرضهم، ففينهم يشاركوا وإنجاز كتير كبير من الاتحاد الرياضي إنه قدر يجيب هيك بطولة بهيك ظروف بهيك عقوبات على سوريا لسوريا. البطولة حجمها كتير كبير ودول كتير مشاركة فيها، وإن شاء الله رح تعمل نجاح كتير كبير. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. كاسر يعني كمان المحتوى اللي بتقدمه أنت مختلف عن بقية اليوم. بالمشاكل. بالمشاكل تماما. هذا اللي بدي أحكي. بتجيب فيديوهات وبتقول إنه هذا الشيء كتير غلط، يعني مثلا من الفيديوهات أنا اللي حضرت لك إياها وهذا بدي أسألك عنه هلا عن المكملات الغذائية والهرمونات، يعني إحنا بنعرف لما أي حدا أي شاب وخصوصا هيك بيكونوا بيطلعتهم بدهم يعملوا عضلات، في كتير كوتشز بيقولوا لهم أخذوا بروتين هيك بيسموه، يعني نحن أنا شفت لك الفيديو مسكت علبة البروتين وكبيتها بتوقع بعدها قلت انه هذا الشيء انا ما بستخدمه هذا الشيء ضار، ويمكن حمله من الانتقادات وصلتك. انا موضوع ضار ما حكيت انه ضار، بس موضوع انه كثير كوتشز حسب مفهوم الكوتشز بنظرك انت. انا بيختلف من مبدا الكوتش عندي هو مبدا اخلاقي. بلش الموضوع من حيث انا كنت باحد صالات الجيم شفت مدرب عم بيقنع ولد يمكن ما عمره 16 سنه 17 سنه بيقول له ما رح تحسن اذا ما اخذت بروتين وفتحت ساكل هرمون. عمي انت بتقضي له على حياته على كثير موضوع الغذاء، انت ما بصير تعطي لاعب بهالعمر، فالموضوع صار تجاره عامه مرابحه 100% و200%. فصار بعض المدربين هم يحققوا ارباح طائله حتى على حساب صحه لاعبينهم على حساب اي شيء، علما انه ما في بطل كبير بسوريا الا ما هو بيعرف اضرار هالامور كثير منيح وضليع فيها الاضرار، لانه هو اول شخص تاثر فيه. ما في حدا دخل ضاره لما قلت لي لا كهرمون ما كمكملات، الهرمون شيء الاسترويد شيء والمكملات شيء، المكملات ما ضاره، بس انت اذا بتحسبيها بسوريا على التكلفه اللي كثير كبيره انه لاسعارها مقارنه بالعمل السوري، فلا انت قادره تاخذي لحومات، قادره تاخذي مصادر طبيعيه هي ارخص بتضل من المكملات الغذائيه. وثاني شغله هي اغلبها اسطوره مثل ما بيقولوا، انه ما تعطي للشخص النتيجه اللي هو بده اياها، شركات عم تضخ مليارات بعالم التسويق كرمال تحقيق مبيعات مثل اي تجاره ثانيه بالعالم، يعني حتى مكملات للتنشيف، بس الاثنين الابطال بالتنشيف ما بياخذون، ياخذون مره ينشفوا، عرفتي شو؟ في لها تاثيرات هرمونيه معينه على الانسولين، ارتفاع الانسولين، توقف حرق الدم، فهي مفيده بمرحله من مراحل ناس كثير مشغولين، بس مو بظن في شخص مشغول ما بيقدر نص ساعه يظبط اكله فيها باليوم، انه كلياتنا مشغولين بس عندنا وقت نحضر وجباتنا وناخذ وجباتنا. طيب كونك ذكرت النظام الصحي الصح والشيء الضار باجسامنا، كون احنا اليوم بالشهر الكريم اليوم انتم كلاعبين هل عم يكون سيستم التدريب والغذاء بشكل عام لكل حدا كمان اليوم عم يتابع بحب لعبه عم يتدرب مو ضروري اليوم كمال الاجسام وبكمال الاجسام، شو هو الصح والغلط ضمن هذا الشهر الكريم؟ هلا نحكي فكره، هلا موضوع الصيام كلاعب بناء اجسام هو موضوع عضليا ما هو صحي، يعني انت لما بتضلي 14 ساعه بدون اكل فانت في عناصر معينه الجسم ما بيخزنها بنهاره، فانت بحاجه تدخلي على مدار وجبات، لهيك بناخذ كل ساعتين وجبه او كل ثلاث ساعات وجبه، مثل البروتين مثلا الجسم ما بيخزنه فنحن مضطر ندخله كل ثلاث ساعات مثلا، يعني الكربوهيدرات الجسم اوكي ممكن يخزنها، بس لما بيجي الشخص بده يصوم فعمال بده يفكر بهذا الشهر يحافظ على الكتله العضليه اللي بناها كل السنه، انه بشهر ما فينه يبني عضلات جديده، بده يفكر كيف يحافظ على الشيء اللي عمله. فأنا أفضل التمرين تحديداً بعد الإفطار بساعتين أو بعد بأربع ساعات من الإفطار، الشخص يأخذ وجبتين أو وجبة قبل الإفطار، وجبة يكون فيها كارب عالي إذا بالنظام الغذائي أصلاً في كارب، ويكون أكل نظيف بعد عن جو رمضان الزيوت والسمن المهدرج المعجنات السكر، يضل أكله صحي نوعاً ما وقادر يحافظ ويمر هالشهر على خير ويأخذ نتيجة اللي هو بده إياها، ممكن يحقق مكاسب بخسارة الدهون ويحافظ على عضلاته. طب اكيد بيجوا كثير اشخاص يعني سيدات او حتى رجال بيقولوا لك انه احنا ما قادرين نخسر وزن، او يمكن بتتبعوا يمكن بعض العادات انت بتشوفها صارت شائعه بين الاشخاص، كيف ممكن نحن نقدم لهم نصائح لهدول الاشخاص؟ مثلا من الاخطاء او يمكن النقاط السلبيه انه ما بيلعبوا رياضه، بيقول لك ما عندي وقت كمان العب رياضه. المشكله انه ما بيلعبوا رياضه، ولما بيقرروا يلعبوا رياضه بيدوروا على الطريق السهل دائما، انه بتشوفي الناس انه حب بنحف شخص 10 كيلات بالشهر بشوفوه على الانترنت مثلا ما عندهم مشكله، مثلا حب بنصحك 10 كيلات بالشهر حتى لو فيه كورتيزول، اغلب الناس تاخذ كورتيزول كرمال تنصح عم توصل مع انه الطريق الصعب وما انه اصعب بكثير، هو الالتزام بس بدايته وبنظام غذائي وتمرين ساعه باليوم ماكس، يعني سواء الشخص بده ينحف ولا بده ينصح، فموضوع بس مجرد التزام كتدريب وكتغذيه، مدرب شاطر مشرف شخص يهمه مصلحه اللاعب
بنظام غذائي وتدريب صح، قادر الشخص يعمل بده اياه اي مكاسب سواء شاب ولا بنت. بس نحن بس دائما باي شيء بالعالم في طريق سهل الناس بتفضله على الطريق الصعب نوعا ما. طيب كاسر خلينا هيك نحكي بشكل سريع، اليوم شو اهم المشاكل والمصاعب اللي بتواجهكم كابطال دوليين سوريين؟ هلا الامانه التاريخيه ماديا اكيد نحن اليوم هلا اوكي هلا ماديا هذا موضوع مختلف تماما. التكاليف كثير هائله بالنسبه لدخل المواطن السوري، يعني تقريبا يمكن 100 ضعف راتب اي شخص، يعني التكاليف الشهريه عم نحكي. وهي غير تكاليف السفر لاي موضوع ثاني. بس بشكل عام نحن الاتحاد السوري بحاول ما يقصر معنا قدر الامكان. الاستاذ منار هيكل والاستاذ سمير اسماعيل امين سر الاتحاد كثير بحاول يعطونا دعم، يعني حتى وانا مسافر بيطمنوا علينا وبكذا. بالنسبه للتكاليف الماديه بنتوقع من الاتحاد الرياضي العام يعطينا دعم اكبر. على الاقل بتكاليف السفر وبهالامور هي ان شاء الله على اقلها. بالنسبه لموضوع الاكل والشرب لما ما قادرين نشيل حالنا فيه الجميع، بس بتزعلي انه في ابطال سوريين عم شوفهم بمستوى كثير عالمي، الشباب عم تتعب، عندنا جينات سوريه بتخوف، ما عندهم قدره مثلا يطلعوا بطوله دوليه سفر، انه كيف بدي ياخذوا اوتيل، كيف بدي يدفعوا تكت طياره. عندنا جينات حرام ما تشارك باولمبيا اذا بدك، عندنا ان شاء الله بتلاقوا عندنا مستويات بتخوف، بس ان شاء الله في دعم جاي قادم نتامل ان شاء الله. ونحن بنتمنى لكم الخير وبنتمنى هيك نشوفكم ابطال على المستوى الدولي وترفعوا اسم سوريا بالعالم مثل ما عنا متعودين عليكم، مثل ما قلنا نحن بحاجه بس لشويه دعم. اكيد بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، واكيد كنا بنحب تكون معنا بوقت اكثر، حبينا نستغل نزلتك على سوريا. كل التوفيق وان شاء الله هيك بالتتويج بالذهب قريبا. كثير انبسطت شفتكم. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. ايضا رشا رح نضل ضمن الطقوس الرمضانيه، المسحرات هي من الطقوس اللي بعدنا بنشوفها ببعض الاحياء القديمه. خلونا نشوف المسحرات ضمن التقرير التالي. اصحى يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم، الله برمضان زادت رحمته لما تولى بالعناية أمته، واللي احتسب صومه وصلاته وحجته مخلص لربه ربه تمم نعمته. يعتبر المسحراتي من أهم طقوس رمضان التي لا زالت عالقة في أذهاننا منذ طفولة، وكانت أيام الشهر الكريم مليئة بالمتعة والروحانيات التي بدأت تختفي مع مرور الزمن. يا صايم وحدنا قوموا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم، يا صايم وحدنا. لقب المسحراتي يطلق على الشخص الذي يوقظ الناس لتناول السحور في رمضان، ويبدأ جولته قبل الإمساك بساعتين ليوقظ الناس بالضرب على الطبلة ومصاحبة صوته الجميل، مردداً أجمل العبارات التي لا يمكن أن ننساها بمرور الزمن. اصحى يا مؤمن اذكر الله، أفلح من ذكر الله، الله يطعمكم زيارة النبي وحده الله. اصحى يا مؤمن اذكر الله، اصحى يا نايم وحد الدايم، وغيرها من العبارات. لكن هل تعلم من هو أول مسحراتي في التاريخ؟ أول مسحراتي في التاريخ كان بلال بن رباح. أما في مصر فعرفت مهنة المسحراتي على يد عنتبة بن إسحاق سنة 832 هجرية، وتطورت هذه المهنة فبعد أن كان المسحراتي يمسك قنديل وعصا أصبح يستخدم الطبلة ليدق عليها فيسمعه القريب والبعيد. قوموا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم.
الفنية والتراث السوري اليدوي. اليوم وقت منقول فن وجمال ما فينا ما نروح للعمل اليدوي. اليوم هيك خصينا فقرتنا الأخيرة للرسم على الحجر، يعني كتير منشوف هدول القصص نيرمين، وهي فن من آلاف السنين وظل متوارث جيل بعد جيل وأكيد خضع للتطوير والحداثة. صحيح رشا، قديش يعني احنا ممكن نتخيل قطعة حجر ما بتعني شيء رح تتحول لتحفة فنية، ممكن روح يعني تحسي انه انت عم تخاطبيها. لنعرف اكثر اليوم عن هذا الفن، واليوم هيك ضيفنا اليوم بلش عم يشتغل، يعني اذا فينا ناخذه قبل ما نقدمه. ضيفنا لليوم هو السيد علي عجيب، وهو فنان تشكيلي وحرفي تراثي، وهو اكيد مبدع بعده فنون، كان له تجارب بالعمل بالقش وتفريغ الخشب، ولكن اليوم رح نسلط الضوء على الرسم على الحجر. صباحك استاذ علي. صباحكم، اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. رسم وردي يعني قبل ما نبلش صباحنا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ علي. خلينا نحكي اليوم عن فن الرسم على الحجر، يمكن ما هو كثير متداول بين كثير من الفنانين التشكيليين، ولكن انت اكيد حبيته ومثل ما شايفين قدامنا يعني بدعت فيه. وبصراحه هو الحجر، الرسم على الحجر هو شغله يعني مميزه عند الفنانين اللي بيحبوا يشتغلوا هيك شغلات، يعني اللي بيحب يتميز بشيء بيخترع اي شيء جديد لحتى يتميز فيه. وانا تميزت بالشغلات مثل الحجر، مثل القش او مثل حفر الخشب او شغلات التراثيه او شغلات طبيعيه وتدوير الطبيعه. دائما انت بتهتم بموضوع تدوير الطبيعه وانك تستفاد من القصص اللي خلينا نقول خالصه استهلاكها، فبترجع لتعمل منها شيء. عم تشتغل ونحن عم نحدثك، خبرنا اليوم استاذ علي هدول الاحجار يعني انت من وين بتجيبهم؟ يعني في مكان خاص او بتجمعهم من مناطق مختلفه؟ هلا معظم هدول الاحجار يعني بحريه، انا بجيبها من البحر او من الانهار، ضفاف الانهار او من الحدائق حتى او من الجبال. يعني في مواصفات معينه للحجره اللي ينشغل عليها، يعني كل حجر يعني كل حجر له الشكل اللي بيوحي انت شو بدي انا اعمل فيه، شو بدي ارسم عليه، شو بدي اكون منه. مثل ما شايفين في احجار يعني انت بتمسك الحجره وبتتاملها، بدور عليها دواره مثل اللي عم يدور على كنز او عم يدور على شيء مميز. فبتلفت نظري انا كحرفي او كفنان، بس دور على احجار يعني بتلفت نظري الاحجار اللي لها يعني شكل خاص، وانا بشوف انه شو هي الحجر، كل حجر شو بتناسب، شو الشكل المناسب. مثلا مثل هاي الحجر، مثل شكل السيارة، مضبوط، يعني بيوحي طبعاً شكل الحجر للشيء المناسب له، يعني ما بتعدل عليها، يعني ما بتصير عملية حف أو تغيير شوي بشكلها مثل ما هي. ما بحف ولا بغير بشكلها، بس ممكن نضيف لها، ممكن نضيف من أحجار ثانية مثل السمك اللي قدامك مثلا، أو مثل السلحفة أو مثل السلحفات هاي. طيب حجر كيف ملزقينه؟ هي الفكرة، في معجونة خاصة، معجونة خاصة للحجر لاصقة للحجر وأبدية، يعني بصير بشكل جيد. يعني مثل مثلا هاي القطعة عندك، هاي تمام، شو هاي حاطينها غلط؟ شوف يعني مثلا سمكة أو شيء، هي هيك بالطبيعة أنا لقيتها حوت مثلا، حوت أو هيك شيء طالع، حوت ممكن تخيلي يا سمكة حوت. يعني اليوم شكل الحجر عليه هو اللي عم يساعدك، هو دائما بيوحي لي بالرسمة اللي بدي أنا أعمل منها الرسمة. يعني في قطع ثاني كمان، في قارب، في شغلات ثانيه مثل هذه الدجاجة، مثل هاي الشمس والقمر مثلا، شمس والبحر كمان. لا هون صار عندنا من الحجره شكلنا منظر طبيعي. هي هيك انا ملاقيها هيك يعني بالطبيعه مثل ما هي. حلو. هلا هنن نفس الاحجام شغلك عليه بنفس الاحجام او في، نحن اليوم كرمال الاستوديو انه اخترنا، قلنا لك انه حابين نشوف شيء حجم صغير. لا في اكبر طبعا، في اكبر، في شغلات اكبر. اي طيب انت عم نحكي شو عم ترسم، وخلينا نحكي شوي على الالوان، هدول الالوان اللي بتستخدمهم شو انواعهم؟ هل هي الوان ثابته؟ في نستخدم اكثر من نوع من الالوان، مثل الوان الغواش او الوان الاكريليك، وفي ممكن نستخدم الالوان الزيتيه كمان. نعم. ميزه فينا هيك نشوف شوي علي شو عم يشتغل لو سمحت. هدول شو نوع اللون المستخدم؟ اريح نوع هو الاكريليك، ثابت اليوم اللون، ثابت وسهل التشكيل، وسهل تشتغل هيك وانت رافع ايدك، وسهل التنظيف كمان. اي طبعا وسهل التنظيف. حلو. يعني اذا
تلوتنا او كذا سهله. هو جماليته تكون ثابته الرسمه يعني طبعا حنعرف انه هدول سنين عندي بعض الاعمال اللي انا جايبها صار لها سنين طويله عندي. حلو خلونا نشوف هاي. حلو لوحه كمان حصان اليوم علي رحت لتدريب الأطفال وتعليمهم هذا الفن يعني شو الأعمار اللي بلشت فيها مع الأطفال وهل في تجاوب حبوا القصة يعني؟ كتير انبهروا فيها وحبوها كتير ومنه صاروا لما صاروا يتعلموا صاروا هن يروحوا على الطبيعة لما يروح حدا منهم أهالي يروحوا على البحر يروحوا على الحدائق يصيروا يدوروا على الحجار المناسبة يعني أنا يعني استفزيت عندهم هالملكة هاي إنه يصيروا يدوروا على بالطبيعة على الحجر المناسب ويجيبوا لعندي ويصيروا يشتغلوا فيه ويصيروا يعني يخترعوا شغلات وحتى مو بس الحجار يعني في كتير أشياء اوراق اشجار اغصان اشجار خليت عندهم مثل حافز انه يشوفوا هي كل شغله شو ممكن نحن نعمل منها يعني تغيرت نظرتهم لهالشغلات البسيطه هاي اللي ما كانوا يديروا بالهم عليها يعني تلفتهم يعني ما كان بس حجره بالنسبه ما عندها اهتمام ما عندهم اهتمام فيها يعني كان طيب يعني الواضح انه الرسم على الحجر بتحسه بينمي موهبه التخيل عند الشخص وقدرته على التخيل يعني نحن احيانا مثل ما قلت بنمرق من جنب احجار عاديه ما بتعني لنا اي شيء ولكن شكلها يمكن بخلينا بقى نتخيل نحن كمان الذاكره هيك الفنيه او التشكيليه ما بدها شيء غذية لحتى تساعد على أن تتخيل أكثر؟ طبعا ما الفنان صغير أو كبير مو دغري بينتقل لشيء مثلا أو بدي يبلش من الأساس مراحل. من الأساس مراحل بدي يتعلم أول شيء رسم بالرصاص أول شيء يتعلم رسم الأشكال الهندسية يتعلم تظليل بعدين يتعلم شكل الإنسان الحيوانات البسيطة مثلا كيف القطة كيف بده يرسمها رسم من يكون الشكل هذا من دوائر من صحيح. مربعات من هيك شغلات يعني كتقريب لعقل الطفل وبعدين بيطور نفسه. بس في فطره موجود يعني اليوم طبعاً. انا حلمي اعرف ارسم انا ما انا الحلقه الماضيه شاركتك بشغل القش فهلا ما حبيت اتدخل مشان ما انزع لك شغلك افشل حدا من الحجار يعني خطره كمان يعني. طيب هلا علي اشتغل هاي القطعه ونحن عم ندردش على الهواء طيب علي اليوم نحن قدمنا هاي القطعه حضرتك رسمت الورده على الهواء ولكن الحجره هي مرقت بمراحل يعني ان كان بالالوان ان كان قبل ما تروح للمسات الرسم الاخيره يعني خلينا نحكي سريعا عن مراحل هاي الحجره. بعد ما انا اعمل جولتي على الطبيعه واجيب الحجار فبعمل لها اكيد غسيل ممتاز، بعدين اي حجر بدي اشتغل عليها شيء بدي اسسها ما بخليها على لونها الطبيعي، وفي منهم ممكن يكون لونها حلو، بس اذا حسب الموضوع انا بعمل الخلفيه تبعها. تمام. وبعمل بقى الرسمه اللي مناسبه لهالحجر بالذات. مثل هدول مثل شكل الباذنجان مثلا هدول باذنجان يعني هي ملزقاتها لزي يعني صارت يعني بحط بشوفون الاهالي او الاطفال او كذا او الفريزات هدول مثلا كيف بتلاقي اليوم تقبل العالم؟ حقيقيات يعني يفكرون فريز مثل فريز انا غشيتني وقت حطيتهم على الطاوله فكرتهم ضيافه بس رمضان ما فينا يعني كنت عم تسألي عن تقبل الناس كيف لقيت تقبل العالم اليوم يعني لما نحكي عن هي المنتجات الفنية بتلاقي أشخاص أنه بيحبوا يوصوك على رسمة معينة صاروا بيحبوا يقطنوها في موضوع الهدايا ممكن يعني هي مثل اسم أو رسمي اسم مع رسمي مثلا كثير انطلب مني يعني رسمة مع اسم يعني أي مثل الورد اللي رسمتها هلا بقرنها مثلا مع اسم المهدى اليها مثلا هديه حلوه ودائمه يمكن الرومانسيه بتحب هن اكثر يمكن رجل الاشخاص اللي بيحبوا الطبيعه يعني نحن وقت عم نلمس الحجر عم نحس قديش هو بارد صحيح. عم نحس فيه قديش هو حياه يمكن اشخاص كثير بيعتبروها انه بتعطي طاقه بالبيت حتى بيعلم الطاقه بتعطي هيك ممكن. لمسه مميزه غير المنتجات الثانيه اللي بتكون شوي صناعيه في ناس شفت بيستخدموها بالتدليك كمان بالحجار هذول هي من الطبيعه دائما نحن باي شيء بنرجع للشغلات الطبيعيه بنحبها اكثر استاذ علي خلينا نحكي عن موضوع التسويق هذا المشروع هو مشروع رزق بالنسبة لإلك هل اليوم عم تبيع عم تسوق وهل اليوم السعر عم يناسب جهدك وساعات العمل عندك
لا بصراحة يعني مو بس الحجار، أي شيء عم نشتغله هلا كان الخشب أو القش أو حتى الرسم التشكيل العادي فنون تشكيلية معظمها سوء أداء قليل هلا نادر جدا يعني. احنا عم نشارك بمعارض بس التسويق يعني قليل بسبب ممكن الحصار، ممكن قلة شو اسمه الناس اللي عم تجي على المعارض، أو ممكن قلة السواح مثلا او الاخوان العرب او هيك يعني اللي كانوا يجوا يسوقوا هيك شغلات كانت افضل يعني كانت الحركه يعني افضل يعني اقتصاديا. طيب قبل ما نختم مع حضرتك، شو الدعم يلي بتحتاجه او اي رساله اليوم بتحب توجهها لجهه معينه او لحدا حابب يتعلم هذا الفن وحبه؟ الجهات الرسميه نحن نحتارين اتحاد الحرفيين او اتحاد الفنانين التشكيليين ما عم يقصروا بالشغلات هي، في معارض وفي شغل بس الكلفه عاليه علينا. مواد اوليه اصلا المواد الاوليه عاليه، الالوان صارت غاليه كثير وهن ما فيهم يعوضون لنا عنها يعني، فكلوا على حسابنا هذا. والتسويق مثل ما قلت انه قليل حاليا. معناتها اليوم هو مانو مشروعك الاقتصادي اللي انت عايشه اكيد يعني، يعني هذا فينا نقول شغف وحب يعني فني هو عندك يعني هوايه او تسليه او يعني تسليه. خلينا تسليه ومنه هواي. اليوم في رساله انت عم توصلها استاذ علي لتعليم الاطفال واحياء هذا التراث القديم، فهي رساله نبيله كمان لإلك. اكيد كل فنان عنده رساله للمجتمع ككل، وهي رسالة الفن هي الجمال والحياة وتفاؤل بالمستقبل، وهي الأمور هي بتخلي يعني مثل الأطفال خصوصا أنه ينظروا للحياة بشكل أفضل بشكل يعني مختلف، بشيء مختلف يعني شغلات اللي بيشوفوها بالحدائق بالبحر بالطبيعة ما لها قيمة بيشوفوا انه ممكن نعمل منها شيء حلو كثير. حلو هو اكيد حلم يعني مش شيء مثل ما قلت ما له قيمه، ولكن هو بيحيا بايدينا بنقدر نوصل فيه. صحيح يعني وقديش حلو نحن بنسميها المخلفات الطبيعيه، يمكن ما بتعني لاي شخص نحن نقدر نطلع منها لوحه حلوه. قديش اليوم الحجر اللي يمكن ما كثير هو يعني بيعطي معنا الاساوره، اليوم نحن قادرين نعطيه روح ونعطيه جماليه معينه. بدنا نشكر كثير وجودك معنا لليوم وكل التوفيق لك وللمساتك الفنيه الحلوه. شكرا لك ولحضورك الاستاذ علي عجيب، فنان تشكيلي وحرفي تراثي. شكرا لك وشكرا لهذا الجمال اللي ختمنا فيه صباحنا لليوم. شكرا لكم. شكرا جميعا. نحن وصلنا لنهاية صباحنا لليوم نيرمين، بقيت نهار حلو لإلك ولكل الأشخاص اللي رافقونا بصباحنا لليوم. تمنياتنا لكم بهذا النهار يحمل معه كل الخير والصحة والرزق الكريم. لاقونا بكرة وكونوا بألف خير. باي باي. شكرا لك رشا، وانا ايضا بدي اتمنى لكل مشاهدي الاخباريه السوريه يا رب اي نهار تحملكم كل تفاصيل الخير والرزق وراحه البال، والسوريين دائما وين ما كانوا كونوا بالف الف خير. صيام مقبول وافطار شهي للجميع. باي باي.